إذا اليوم حنا طبعا التنسيقيات المناضلة الفاعلة في الميدان، التنسيق الوطني لقطاع التعليم اللي فيه 24 تنسيقية مناضلة، وطبعا جمعيات وهيئات أخرى، والتنسيقية الموحدة لهيئة تدريس أطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي. طبعا عندنا هذه المسيرة الوحدوية المتمركزة بالرباط والتي تأتي في إطار برنامج نضالي وحدوي دخلنا في نهار 5 أكتوبر من أجل طبعا مطالب واضحة وصريحة وبسيطة تتعلق بضرورة العمل على إعداد نظام أساسي يكون فعلا نظاما أساسيا منصفا محفزا موحدا، نظام أساسي اللي غادي يرهننا لواحد 30 سنة أبغيناه يساهم طبعا في إرساء طبعا يعني المدرسة أو ثوابت المدرسة المغربية العمومية، ونظاما أي ساهم أي ورش إصلاحي بغادي يدخلوا في جميع، ونظاما يعالج الأخطاء، يرفع الظلم، يرفع الإقصاء، يعالج كل المشاكل العالقة داخل قطاع التربية الوطنية. طبعا من بعد كل هذه النضالات والتضحيات للأسف الحكومة لم تعمل ولم تنصت لكل هذه الاحتجاجات، ولم تعمل على التسوية على تصحيح الأخطاء، ولم تفتح حتى حوار جدي ومسؤول مع هذه الفئات المناضلة. لذلك أقول بأننا نحن مستمرون في النضال، في التضحية، في إطار الوحدة النضالية للشغيرة التعليمية كمكونات ثلاث، ونطالب بفتح حوار جدي مع التنسيقيات المناضلة الفاعلة في الميدان، وغير ذلك فنحن سنستمر في النضال في التضحية إلى حين تحقيق ذلك. طبعا هذه الإجراءات المذكرة اللي خرجت ديال تمديد الموسم الدراسي الأسبوع، حل ترقيعي التلاميذ بعدا شنو قراو باش، لذلك تنقول الحكومة مطالبة بإيجاد حل جذري، والحل الجذري يكمن طبعا في العمل على إيجاد حلول وتسويات والاستجابة للمطالب البسيطة اللي خرجوا من أجلها الشغيرة التعليمية 5 أكتوبر. أما مرة نديروا التعليم عن بعد في التلافز، ومرة نقولوا نديروا الدعم في العطال، والآن أو ما زادوا أسبوع، هذه تتبقى حلول ترقيعية، هذا ضحك على الدقون، هذا ضروري الرماد في العيون. الحكومة مطالبة بالجلوس مع التنسيقيات المناضلة باش ممكن طبعا نستجبوا للمطالب العادلة والمشروعه اللي خرجوا من اجلها، اللي خرجت من اجل الشغيره التعليميه نهار 5 اكتوبر. Thank you.